شكري يؤكد في ختام زيارته إلى إستونيا أنها مؤشر واضح للإرادة السياسية لتعزيز التعاون بين مصر وإستونيا. القوات العراقية تدخل تل عفر وتستعيد السيطرة على حيين من قبضة داعش، وماتس يؤكد من بغداد دعم بلاده لوحدة العراق. أفغانستان ترحب بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وطالبان تتوعد بشن معارك قوية ضد القوات الأمريكية حتى انسحابها. لكم من قناة النيل في القاهرة بانوراما الرابعة عصرا، ساعة إخبارية شاملة بأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأخبار. اختتم وزير الخارجية سامح شكري زيارته إلى إستونيا، توجه إلى ليتوانيا المحطة الأخيرة في جولته الخارجية التي بدأها في روسيا. وسلم سامح شكري اليوم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة إستونيا كريستي كالوغولاي خلال استقبالها له في العاصمة تالين. تناولت الرسالة وسائل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وأهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. وأعربت الرئيسة عن تقديرها لمصر قيادة وشعبا، منوهة بمحورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإفريقيا وفي مواجهة الإرهاب. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها وزير خارجية مصري إلى إستونيا وليتوانيا. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإستوني سفان مكسر. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين، أكد شكري أن زيارته إلى إستونيا تعد مؤشرا واضحا للأرادة السياسية لتعزيز التعاون، معربا عن تطلعه لدعم إستونيا خلال فترة رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تجريها مصر. ولقد قمنا كذلك بمناقشة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في أعقاب اللجنة التي عقدت في 25 من يوليو بين مصر والاتحاد الأوروبي، ونحن نتطلع إلى المزيد من الفهم والدعم من قبل إستونيا في مجال التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر في الإصلاحات التي تجريها، سواء الإصلاحات السياسية أو الاقتصادية. كما شدد سامح شكري على أهمية رفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين والتحالف سويا من أجل التصدي لخطر الإرهاب. وقال وزير الخارجية إن ما حدث في برشلونة مؤخرا يدعو الجميع لضرورة تعزيز القدرات في مجال محاربة الإرهاب. بأننا كلنا يجب علينا أن نعزز من قدراتنا لمحاربة الإرهاب، ولقد ناقشنا هذه المسألة بشكل عام مرة أخرى، ونتمنى أن نرفع من مستوى التعاون وتبادل المعلومات فيما بيننا، وكذلك أن نتعاون في إطار التحالف لمحاربة داعش حيث نتمكن من التغلب على هذه الظاهرة التي تهدد العالم، وأن نتمكن من التعاون كذلك في الوقت ذاته مع كل الجوانب المختلفة المرتبطة بها. بدوره قال وزير الخارجية الإستوني سفان مكسر إن مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكري تطرقت إلى طبيعة العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد مكسر على الدور المهم الذي تلعبه مصر كشريك للاتحاد الأوروبي في جهود دعم استقرار المنطقة ككل، مشيدا بجهود مصر في إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى أجندة العلاقات الثنائية، لقد تحدثنا كذلك عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي علاقات مهمة للغاية. فمصر شريك مهم للغاية للاتحاد الأوروبي بأسره، حيث أنها كذلك محورا مركزيا مهما في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار والسلام والأمن بها. ونحن سوف نتعاون في هذا المكان، حيث أن مصر تلعب دورا في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وكذلك تسهم بدورا مهما في تحقيق عملية السلام، بالإضافة إلى التعاون مع القضايا المختلفة الموجودة في المنطقة في الوقت الحالي. وهي تتعاون لمزيد من المتابعة والتحليل. معنا على الهاتف دكتور أيمن سمير، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. دكتور سمير، يعني من وجهة نظرك، هذه الزيارة التي تناولت العديد من القضايا، ما مهمتها، أهميتها ومغزاها في هذا التوقيت بالذات، مع الاعتبار بموقع إستونيا في الاتحاد الأوروبي ورئاستها في الفترة القادمة؟ يعني أولا هي جريدة السياسة المصرية وليس السياسة الدولية. نعم. طبعا يعني هذه الزيارة في غاية الأهمية بالنسبة لمصر في هذا التوقيت، لأن هذه الزيارة تتناول في اعتقادي محورين في غاية الأهمية. نعم. المحور الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وأستونيا، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بأستونيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق ضمن جمهوريات بحر البلطيق الثلاث. في ذات الأمر إستونيا دعمت إرادة الشعب المصري فور ثورة 30 يونيو 2013، وأرسلت رسالة تدعم إرادة الشعب المصري في هذا التوقيت. هذا الانسجام بين الشعبين وبين القيادتين في مصر وإستونيا توفر أرضية للتعاون والشراكة في المستقبل، خصوصا في ظل تميز إستونيا في مجال الحكومات الإلكترونية، وتستطيع حكومة إستونيا أن تساعد مصر في هذا الأمر بشكل كبير للغاية. نعم. الأمر الآخر أن إستونيا ترسل عدد كبير جدا من السياح الإستونيين إلى مصر، وصلوا لحوالي 61 ألف سائح في عام 2010 قبل 2011. هذا الرقم تناقص في الفترة الأخيرة، لكن بجهود وزارة الخارجية وزارة السياحة المصرية وهيئة تنشيط السياحة يمكن أن يعود هذا الرقم إلى أكثر من ذلك بكثير، خصوصا أن هناك معدلات نمو عالية في إستونيا. هذا يساعد مصر في أمرين: الأمر الأول يساعد في إرسال عدد كبير جدا من السياح إلى الشواطئ المصرية والمقاصد السياحية المصرية، ويساهم أيضا في الاستثمار الخارجي، وهناك اهتمام من قبل الشركات وتحديدا شركات الإلكترونيات الإستونية في الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات التقنية والهندسية في محور قناة السويس. نعم. الجزء الآخر يتعلق بالقضايا الإقليمية، وإستونيا رغم أنها دولة صغيرة إلا أنها منخرطة بشكل كبير جدا في قضايا الشرق الأوسط. هي دولة فاعلة في التحالف في الدول لمحاربة داعش في سوريا والعراق. نعم. هي أرسلت قوات تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لمحاربة الإرهابيين في مالي وفي منطقة الساحل والصحراء. أيضا تقوم عدد كبير جدا من المستشارين الإستونيين بتدريب الجيش العراقي وبعض قوات البشمرجة الكردية في محاربتها لداعش في شمال العراق وشمال شرق سوريا. وبالتالي هي يعني تدرك خطر الإرهاب. من هذا المنطلق قامت الحكومة الإستونية بدعم مصر دعم غير مشروط في حربها على الإرهاب، وأدانت كل العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر، وهناك تناسق وهناك تفاهم وتناغم كبير جدا بين وجهة النظر المصرية والإستونية في ضرورة تجفيف منابع الإرهاب وعدم وصول العمليات الإرهابية للمرحلة الأخيرة وهي التنفيذ العملية الإرهابية. نعم. ودعمت مصر بشكل كبير جدا من خلال التعاون المعلوماتي والاستخبارات واللوجستي بين الحكومة المصرية والأستونية. طبعا يضاف إلى الملف الأخير، وهو ملف المرشحة المصرية والأفريقية لمنصب اليونسكو، ومعروف أن أستونيا هي عضو في المجلس التنفيذي لليونسكو وصوتها يهم
المرشحة المصرية ويهم مصر في الفترة القادمة. وأنا أعتقد أن هناك في إطار التعاون والتعاقدي بين الحكومة المصرية والأستونية وتحديدا وزارتي الخارجية في مصر وأستونيا بضرورة التنسيق معا في المحافل الدولية. إذن هناك مجالات كثيرة للتعاون بدءا من السياسة مرورا بالاقتصاد وصولا إلى مكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية. قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة رجل الأعمال حسين سالم وابنيه خالد ومجدة في اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال والتي تعد آخر القضايا المتهم فيها رجل الأعمال. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي أبو بكر قد أصدرت في أكتوبر من عام 2011 حكما غيابيا بمعاقبة حسين سالم ونجليه خالد ومجدة بالسجن لمدة 7 سنوات وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4.6 مليار دولار. وعقب تصالح حسين سالم مع الدولة في العام الماضي بالتنازل عن 21 أصلا من الأصول المملوكة له لصالح الدولة المصرية بقيمة 5.341 مليار جنيه، تقدم ونجلا بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم ومن بينها هذه قضية غسيل الأموال. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. تفقد رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور أحمد الأنصاري يرافقه دكتور رامي الناظر رئيس شعبة مكة عيادات البعثة الموجودة بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة والتي تخدم أكثر من 3500 حاج مصري. وأوضح رئيس بعثة الحج الطبية أن العيادات بها 13 طبيبا وصيدليا وتشهد إقبالا كثيفا خاصة مع اقتراب موسم الحج، مشيرا إلى أن التردد اليومي على العيادة من الحجاج المصريين يصل إلى 600 مريض حيث يتم الكشف عليهم وصرف العلاج اللازم لهم. وأكد الأنصاري توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع الصيدليات وتقديم الخدمة العلاجية لضيوف الرحمن بالشكل اللائق بهم. قدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر على خلفية منعها لمواطنيها من الحج هذا العام. ونبهت المنظمة في شكواها إلى أن قطر تمارس بهذا المنع انتهاكا خطيرا وفادحا لحق مواطنيها في ممارسة الشعائر الدينية، مشيرة إلى وجود تذمر وسط الحجاج القطريين نتيجة لمنعهم من الحج. كانت السلطات القطرية قد رفضت جدولة رحلات الطيران السعودي لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة، وذلك جراء عدم منح قطر التصريح لطائرات السعودية بالهبوط على الرغم من مضي أيام عدة على تقديم الطلب. أذاع التلفزيون البحريني فيلما تسجيليا عن الدور القطري في دعم الإرهاب وإشاعة الفوضى في دول المنطقة إضافة لنشر التحريض من أجل إسقاط نظام الحكم في البلاد. وأشار التلفزيون البحريني إلى مؤامرة قطرية جديدة ضد البحرين، حيث أفاد اثنان من المتدربين فيما يعرف بأكاديمية التغيير بأن قطر عملت على إحداث الفوضى وعدم الاستقرار في البحرين وقام بتجنيدهما من أجل إسقاط نظام الحكم في المملكة. ونوجه عناية حضراتكم أننا سنذيع عقب هذه النشرة الفيلم التسجيلي الذي أذاعه التلفزيون البحريني عن الدور القطري في دعم الإرهاب وإشاعة الفوضى في دول المنطقة وإسقاط نظام الحكم في المملكة. إلى العراق، حيث تمكنت القوات العراقية من تحرير حي الكفاح بالكامل شمال غربية اللعفر، كما استعادت حي النور جنوب شرقي المدينة
من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد ساعات من اقتحامها مركز قضاء تل عفر. ومن جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس الذي وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة، أكد دعم بلاده العراق في حربه ضد الإرهاب والحفاظ على وحدة العراق، مشيرا إلى أن الحرب ضد داعش لم تقترب بعد من نهايتها. وعلى الصعيد الإنساني، أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن القلق إزاء وضع المدنيين العراقيين في تل عفر بالعراق، خاصة مع بدء العمليات العسكرية الأحد الماضي لاستعادة المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي والجماعات المتطرفة. كان الألاف قد فروا من مدينة تل عفر في شمال العراق منذ أن بدأت القوات العراقية معركة استعادتها يوم الأحد من تنظيم داعش الإرهابي، ولكن لا يزال الألاف عالقين فيها. ومنذ الجمعة الماضي وصل أكثر من 3000 شخص إلى مركزي استقبال للحالات الطارئة أقامتهما المنظمة الدولية للهجرة. في سوريا قتل اليوم 42 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح في قصف للتحالف الدولي على الرقة شمالي البلاد، معقل تنظيم داعش الأبرز في البلاد. كما نفذ التحالف الدولي 250 غارة على مدينة الرقة ومحيطها خلال الأسبوع الماضي. كانت طائرات تابعة للتحالف الدولي قد شنت غارة جوية على ريف الحسكة وقتلت 20 مدنيا، كما شنت غارات على مناطق بريف الحسكة الجنوبي الشرقي. في الملف السوري أيضا، سيطر الجيش على تلة المحصة الاستراتيجية القريبة من قرية جنى العلباوي شمال بلدة عقربات، المقر الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حماة الشرقي. كما قامت وحدات الجيش بتمشيط التلة وفككت عشرات العبوات الناسفة والألغام، وعثرت على العديد من الأنفاق والمقرات لتنظيم داعش الإرهابي وصادرت ما بداخلها من أسلحة وذخيرة. تعد السيطرة على التلة خطوة مهمة باتجاه تحرير الجيش بلدة جنى العلباوي من تنظيم داعش، ومن ثم تقدم جنوبا باتجاه بلدة عقيربات وباقي القرى المجاورة. أعلنت كازاخستان اليوم أن المحادثات المقبلة لمحاولة وضع خطة لإحلال السلام في سوريا ربما تجري في منتصف سبتمبر في عاصمتها أستانا، بعدما كانت روسيا تخطط لعقدها في نهاية الشهر الجاري. وأفادت وزارة خارجية كازاخستان أنه سيتم تحديد تاريخ المحادثات خلال اجتماع يعقد هذا الشهر بين خبراء من روسيا وتركيا وإيران. وخلال محادثات سلام سابقة عقدت في أستانا، وضعت كل من روسيا وتركيا وإيران خطة لإقامة مناطق خفض التوتر في أجزاء من سوريا. كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا قد أعرب عن أمله في إطلاق محادثات سلام حقيقية وجوهرية في أكتوبر بين الحكومة السورية ومعارضة موحدة لم تتشكل بعد. دعت باكستان إلى إحلال السلام في أفغانستان المجاورة، وتعهدت بالعمل على القضاء على الإرهاب بعد الانتقادات التي وجهها لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إعلان استراتيجيته بشأن أفغانستان، واتهمها بدعم من وصفهم بعملاء الفوضى. ومن جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله بالاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في بلاده، واعتبرها فرصة فريدة للتصدي للإرهابيين في المنطقة. أثق في أن إعلان السياسة الأمريكية وتطبيقها سيؤثر على الوضع، مما يصب في مصلحة القوات الأفغانية. وبينما أعلنت الولايات المتحدة عن سياستها والتي تحتوي على جانب إقليمي، فنحن نبعث برسالة كأفغان إلى الدول المجاورة، هي أن يد الصداقة ممدودة
نحن مستعدون للعمل في كافة القضايا والقضايا ذات الصلة التي تتعلق بنا، وهذا في مصلحتنا، وهي ليست المصلحة الخاصة بنا فحسب، ولكن مصلحة الجميع. في خطاب وجهه إلى الشعب والجيش الأمريكي بشأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان، رفض الرئيس دونالد ترامب أي انسحاب لبلاده من أفغانستان، وشدد على ضرورة إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وتجديد الضغط على باكستان التي اتهمها بإيواء عناصر فوضوية. واعتبر الرئيس الأمريكي أن أي انسحاب متسرع من أفغانستان سيخلق فراغا يستفيد منه الإرهابيون من عناصر القاعدة وتنظيم داعش، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكان إجراء حوار مع بعض من عناصر طالبان. ولم يحدد ترامب خلال خطابه أي أرقام محددة حول حجم الانتشار العسكري وأي مهلة زمنية له، معتبرا أن الدخول في مثل تلك التفاصيل يعطي نتائج عكسية، موجها تحذيرا شديد اللهجة إلى إسلام آباد التي اتهمها بأنها قاعدة خلفية لطالبان. We will not talk about numbers of troops. إننا لن نتحدث عن أعداد القوات أو تفاصيل مخططات عسكرية. الاستراتيجية الجديدة ستحكمها الأوضاع على أرض الواقع وليس الجداول الزمنية الملزمة. أعداء الولايات المتحدة لن يعرفوا أبدا خططنا. أنا لن أعلن أبدا أننا سنهاجم، ولكننا سنقوم فعلا بالهجوم. من جهته رحب الرئيس الأفغاني أشرف غني بالالتزام الراسخ للولايات المتحدة في أفغانستان، معتبرا أن القرار الأمريكي بالعدول عن أي انسحاب سريع يظهر التزاما راسخا لشركاء أفغانستان في هذا النزاع الدولي. وردا على الخطاب، توعدت حركة طالبان القوات الأمريكية بشن معارك شرسة، محذرة بأنه إذا لم تسحب الولايات المتحدة جنودها من أفغانستان فستصبح قريبا مقبرة لها. كان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد صرح عقب خطاب ترامب أن بلاده والعديد من حلفائها على استعداد لزيادة أعداد قواتهم في أفغانستان، مشيرا إلى أنه سيجتمع قريبا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس شتولتنبرغ، الذي أكد بدوره أن حلف الناتو لن يسمح بأن تعود أفغانستان ملاذا للإرهابيين. والآن وقفتنا الأولى في هذه البانوراما وقفة اقتصادية مع حسام عاطف. حسام، قلت أن لديك بعض الأخبار الإيجابية عن التعاون الخارجي بين مصر والدول الأخرى. بالفعل أحمد، لدينا زيارة هامة لصحر نصر ومميش، وهذا هو عنواني، لذلك أشكرك وأشكرك يا إلهام. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، وإلى عنوان هذه الوقفة الاقتصادية، نصر ومميش يزوران فيتنام وسنغافورة في جولة ترويجية لفرص الاستثمار في مصر. أهلا بكم من جديد. وصلت اليوم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صحر نصر والفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في جولة ترويجية لدولتي فيتنام وسنغافورة، سيلتقيان خلالها بكبار المسؤولين والمستثمرين في كلا البلدين. هذه الزيارة تبدأ بفيتنام، حيث سيلتقي مميش ونصر بالشركات العاملة في مجالات المنسوجات والاتصالات، فضلا عن إجراء زيارة للمنطقة الاقتصادية الفيتنامية السنغافورية. كما سيلتقي أيضا برئيس الوزراء الفيتنامي لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. وسوف تشهد هذه الزيارة عقد منتدى أعمال واستثمار مصري سنغافوري للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، بالإضافة للميزات التنافسية التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة. قال وزير المالية عمرو الجرحي إنه سيتم الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد نوفمبر القادم، ليتوقف التعامل تماما بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية المختلفة، حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. وأضاف الجرحي أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها، وذلك بالتوازي ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمني المستهدف، مضيفا أن النظام الإلكتروني الجديد يعد ضرورة في الوقت الحالي لدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي لمصر.
ننتقل إلى وزارة البترول التي ذكرت أن إجمالي استثمارات شركة عجيبة للبترول بلغ حوالي 212 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن الاحتياطي البترولي للشركة شهد زيادة بواقع 10 ملايين برميل زيت خام و39 مليار قدم مكعب من الغاز. وقال وزير البترول طارق الملا وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2016-17، قال إن قطاع البترول يحرص على تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة من خلال زيادة الإنتاج بالإسراع في تنمية المشروعات الجديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة الحقول القائمة. وإلى قناة السويس التي أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيراداتها إلى 447.1 مليون دولار في شهر يوليو الماضي من 427.2 مليونا في يونيو السابق عليه، وكانت إيرادات القناة قد بلغت 429 مليون دولار في يوليو 2016. وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023. وتختصر القناة التي يبلغ طولها 192 كيلومترا تختصر زمن الرحلة بين القارتين الأسيوية والأوروبية بنحو 15 يوما في المتوسط. إلى البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 693.2 مليارا وسط تعاملات بلغت بنحو 444.4 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 7%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 62%. ومشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة إلى أحمد وإلهام، تفضل. نستكمل إذن ما تبقى لدينا من الأخبار قبل أن نتحول إلى أخبار الرياضة. هدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح اليوم بأن إيران سيمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال خلال 5 أيام إذا تخلت أمريكا عن الاتفاق النووي المبرم في صيف عام 2015. وأضاف صالحي أن إيران لا تحبذ حدوث ذلك وتبذل جهدا كبيرا لتنفيذ الاتفاق النووي. التهديد الإيراني يأتي بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها الصاروخي، في حين تبادل الجانبان الاتهام بانتهاك روح الاتفاق النووي. نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على خلفية البرامج الصاروخية والنووية لبيونغ يانغ. وأعلن التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية أن بيونغ يانغ تعتبر تلك التدريبات بمثابة استعدادات لغزوه، في حين أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن أن المناورات ذات طابع دفاعي خالص ولا تهدف إلى تصعيد التوتر بالمنطقة. إيمان الشيخ تقدم لنا الأخبار الرياضية في هذه الساعة. هي نهاية البانوراما، لا يتبقى منها سوى التذكير بأبرز العناوين. شكري يؤكد في ختام زيارته إلى إستونيا أنها مؤشر واضح للإرادة السياسية لتعزيز التعاون بين مصر وإستونيا. القوات العراقية تدخل تل عفر وتستعيد السيطرة على حيين من داعش، وماتس يؤكد من بغداد دعم بلاده لوحدة العراق. أفغانستان ترحب بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وطالبان تتوعد بشن معارك قوية ضد القوات الأمريكية حتى انسحابها. نهاية بانوراما الرابعة، شكرا للمتابعة.